تستقبل حديقة المشتل في دير الزور كل يوم ضحايا جدداً للنزاع الذي يمزق سوريا منذ قيام الحركة الاحتجاجية المناهضة للرئيس بشار الأسد قبل عامين، سواء كانوا رجالاً أو نساءً أو أطفالاً أو حتى مقاتلين في ريعان الشباب. حسبي الله على بشار عمل الحدائق، كانت نزهم بها الأطفال وهي عملها مقابر وهاي. بعد عشرة أشهر من المعارك تحولت دير الزور إلى مدينة أشباح لا يقطنها سوى بضعة آلاف من أصل نحو 750 ألف نسمة كانوا يقيمون في هذه المدينة التي ما زالت غالبية أحيائها تحت سيطرة القوات النظامية. أخوي السيشهد حي الحويقة، السيشهد هو يدافع عن عرضه وأهله وناسه. هذا العدد الكبير من الضحايا ضاقت به مقبرة البلدية، وكان الخيار الوحيد اللجوء إلى الحدائق العامة على غرار هذه الحديقة.